شهد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفه وزير الداخليه رئيس مجلس امناء الاكاديميه الملكيه للشرطه صباح اليوم حفل تخريج الدفعه 12 من التلاميذ العسكريين الجامعيين والذين اجتازوا بنجاح جميع متطلبات التخرج لنيل درجه الدبلوم في العلوم الجنائيه والشرطيه. بهذه المناسبه اكد معالي الوزير ان وزاره الداخليه ماضيه قدما في اعداد كوادرها وفق احدث المعايير الدوليه المعمول بها في المناهج العلميه والتدريبيه، مشيرا الى اهميه الاستثمار في العنصر البشري كمحور رئيس في مسيرة التحديث والتطوير لمواجهة كافة التحديات الأمنية والتعامل مع مختلف المستجدات بجاهزية عالية وانضباطية ودقة في الأداء. كما أشاد معالي الوزير بالدور الريادي للأكاديمية الملكية للشرطة في مجالات التدريب وإعداد المناهج الدراسية ومواكبة البرامج التعليمية والتدريبية للمتغيرات الأمنية والتحديات المتزايدة بما يلبي الحاجات الأمنية ويعزز من تنمية القدرات والمهارات في كافة مجالات العمل الأمني. وقد ألقى آمر الكلية الملكية للشرطة كلمة رحب في مستهلها بمعالي وزير الداخلية ورعايته حفل التخرج، منوها إلى حرص الكلية الملكية للشرطة وطبقا لتوجيهات معالي الوزير على رفع الكفاءة والانضباط وتحقيق الأهداف من خلال السياسة التدريبية والتعليمية لمنسوبي وزارة الداخلية من التلاميذ العسكريين بمتابعة واهتمام من سعادة رئيس الأمن العام لجميع البرامج وتطويرها والحرص على جودة المخرجات لمنافسة أرقى وأفضل الكليات العالمية. بعد ذلك قام خرجو الدفعة 12 من التلاميذ العسكريين الجامعيين بأداء القسم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفيا للبحرين، أمينا على حقوقها، أميناً على حقوقها، مخلصا لمليكها المفدى، مخلصا لمليكها المفدى، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، مؤديا أعمال وظيفتي، مؤديا أعمال وظيفتي، بالصدق والأمانة، بالصدق محترما قوانين البلاد، محترما قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. ثم تفضل معالي الوزير بتكريم الأوائل وتسليم الشهادات للخريجين والذين أتموا جميع متطلبات التخرج الأكاديمية والتدريبية، وهنأ معالي الخريجين بهذه المناسبة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن. حضر الحفل كبار الضباط وعدد من المسؤولين وأهل الخريجين.